بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامجكم رسائل صحية. هذا البرنامج الذي يطل عليكم يوميا عبر شاشة القناة الثالثة الرياضية من دولة الكويت، والذي نتطرق فيه للعديد من المواضيع الصحية والغذائية والرياضية. فإن شاء الله تكونوا متابعين ومستفيدين وفي نفس الوقت مستمتعين معنا يا رب. اليوم أكلمكم عن موضوع خلنا نسميه شنو أشهر خمسة أغذية تسبب الامساك للناس والناس ما يدرون عنها. الامساك في هناك أطعمة وأغذية نعم ممكن تسبب الامساك، وخاصة عند البعض وما ينتبهون له. والامساك خلنا نقول لكم، بعض الناس يظن أن الامساك بس مشكلة غير لطيفة. لا، الامساك مو بس مشكلة غير لطيفة، الامساك هي وسيلة من الجهاز الهضمي قاعد يقول لك أن هناك مشكلة، أن هناك شيء غلط، أن هناك شيء أنت مو قاعد تسويه أو شيء غلط قاعد تسويه، وإذا ما انتبهت لا راح تكون في مضار على الجهاز الهضمي وعلى الجسم بصورة عامة. الامساك المزمن يؤدي إلى عدة مشاكل كبيرة جدا، ومن أهمها البواسير. فخلنا نتوعى اليوم عن شنو أشهر خمسة أكلات أو ستة أكلات تسبب الامساك والناس ما تنتبه لها. يمكن أول مسبب للامساك هي المعجنات. معجنات ترى من أسوأ الأشياء ممكن تأكلها، لأن المعجنات عبارة عن شنو؟ عبارة عن طحين وسكر وملح. اوكي، بتحط فيه شويه جبن شويه سبانخ، لا زالت سيئه جدا. فالناس المدمنه على المعجنات، وبقول لكم كل صراحه، خاصه اللي يشتغل مدرسه، انا ما ادري، كل ما اروح المدارس اعطي محاضره، خاصه من المدرسات لا يزعلون مني، كل ما اروح اعطي محاضره على حياه صحيه حاطين قدامي صحن معجنات. زي انا قاعد اتكلم عن الصحه والاكل الصحي، كله حاطين قدامي صحن معجنات، ما ادري شنو قصتهم مع المعجنات. فاذا كنت او كنتي مدمنه معجنات فأتمنى تقللينها للحد الأدنى، لأن نفس ما قلنا ما فيها لا فائدة ولا عائدة صحية أو غذائية. وأيضا هي مو بس سبب للإمساك، سبب للحارج والحموضة للغازات لمشاكل الجهاز الهضمي، لأن نفس ما قلنا ما فيها ألياف، ما فيها فيتامينات، ما فيها بروتين، ما فيها أي فائدة غذائية. فدير بالكم من المعجنات. رقم اثنين، من أشهر الأطعمة المسببة للإمساك الأطعمة المقلية. وهذه رسالة للأمهات اللي عيالهم بس ياكلون شيبس ونقت، يعني بعض الياهال بس مشكلين او بس يعني ما يتعشى، وحتى ما يتعشى ويتغدى الا شيبس ونقت شيبس ونقت. الاطعمه المقليه وخاصه اذا كثر منها خاصه الاطفال ممكن ان تكون سبب رئيسي للاصابه بالامساك اعزكم الله. الشيء الثالث، شنو الغذاء الثالث اللي ممكن يسبب لنا امساك؟ الاطعمه السريعه، فاست فود والجنك فود. الوجبه هذه لما تروح تشتريها اللي مكونه من شنو؟ صمونة، خبزة، شوية كاتشب أو مايونيز أو كان، وفيها برجر أو فيها دي آي، الشيبس المقلي مرة ثانية، والكولا العلبة الغازية. ترى هذه الوجبة سيئة جدا وتقريبا فقيرة ومعدومة الألياف. أوكي، بتقول لي فيه قطعة خس، قطعة طماطة، ما راح تحسن هذه الوجبة سيئة جدا. فسلوا أي أحد مدمن وجبات سريعة راح يقولك جهاز الهضمي يعاني، يعني عنده حموضة، يعني عنده إمساك، يعني عنده غازات. هذه الوجبات السريعة خاصة اللي يصيرون مدمنين عليها راح يصيبهم مشكلة بالجهاز الهضمي على قولتهم عاجلا أو آجلا، سونر أو ليتر. فاللي مدمن أو اللي عنده الطفل مدمن في الوجبات السريعة أو الوجبات الجاهزة يجب أن ينتبه ويقلل منها بحد أقصى مرة أو مرتين بالأسبوع. هذا يعني أوكي، إحنا ما نقول إحنا يعني ماكو فاست فود أو كلش ممنوع، لا مو ممنوع، ولا أنه مفتوح بحري بشكل يومي أو شبه يومي، وإنما هذا الفاست فود يجب أن نعرف أنه سيء جدا للجسم بصورة عامة وللجهاز الهضمي بصورة خاصة. نيحين إلى الغذاء الثالث اللي يسبب الإمساك عند الناس، أو الرابع عفوا، وصلنا الرابع، اللحوم الحمراء. وخاصة هذه ينتبهون الناس اللي يسوون كيتو وباليو وأكلهم بس لحوم ودهن، يجب أن ينتبه. اللحوم أو الحمية العالية بالبروتين الفقيرة بالألياف ستسبب إمساك، وكل يسوي كيتو غالبا راح يعانون مشكلة الإمساك. لذلك دائما نقول لهم حتى لو تسوي كيتو في هناك قدر من الخضروات اللي مسموح منها تأكلها مع الكيتو، قدر من السوائل اللي تشربها عشان تخفف موضوع الإمساك. خلنا ناخذ فاصل قصير ورد نكمل في هذا الموضوع. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وكنا قاعد نتكلم عن أشهر خمسة أغذية تسبب مشكلة الإمساك عند الناس وأن الناس ما ينتبهون لها،
وبدأنا بالمعجنات، قلنا كش كثر هي سيئة، ثم عرجنا على الأطعمة المقلية خاصة ليكون النقت والشيبس، وبعدين الوجبات السريعة، وبعدها اللحوم الحمراء. الشيء الخامس راح تتفاجئونها، الألبان ومنتجات الألبان، إذا كثرنا منها وخليناها هي الشيء الرئيسي في غذائنا. الأطفال أوكي وهم صغار يعني من المفروض يشربون الحليب، لكن من يعدون سنة سنتين ثلاثة خلاص لازم ندخل الأكل. الأطفال اللي بس يشربون حليب يعني كبار وبس يشربون حليب، نعم الحليب ممكن أن يسبب مشكلة الإمساك لهم، وهذا حل بسيط جدا، دخلوا قدر من الخضروات أو الفاكهة لهذا الطفل وقللوا شوية الحليب، وبالتالي مشكلة الإمساك راح تنتهي عندنا. الفئة السادسة أو الشيء السادس اللي يسبب الإمساك والناس ما تنتبه له، وهذه مو حق الكل الآن عند البعض، اللي عندهم سيلياك أو حساسية السيلياك أو مرض السيلياك، هذا بروتين القمح قد يعني يؤذي بعض الناس، الهضم عندهم ما يكون زين، فهو يعاني من إمساك عشان الخبز اللي قاعد يأكله وعشان التوست قاعد يأخذ الصمون قاعد يأكله، مو عشان هو التوست مو زين، وإنما عشان هذه الفئة من الناس عندهم سيلياك أو عندهم إن ما يتحملون هذا الجلوتين أو هذا بروتين القمح اللي موجود، فبالتالي يجب أن ينتبهون لهذا. ممكن هذا ممكن تكون إشارة من بطنك أو جهازك الهضمي قاعد يقول لك ترى أنا حساس من الجلوتين أيضا، لكن بصورة أقل اللي عندهم حساسية من اللاكتوز أو لاكتوز انتورنس أو عدم تحمل اللاكتوز، يعني الحليب يسبب لهم مشاكل، أيضا هؤلاء الناس ممكن هذه الحساسيات يعني تظهر يعني عليهم على هيئة إمساك أو مشكلة بالجهاز الهضمي، فيجب أن ينتبهون. فهذه هي الفئات الستة. نفس ما قلنا الإمساك مشكلة يجب يعني ما نستهين فيها، لأن عملية الهضم أو عملية البريستاليسز وعملية حركة الجهاز الهضمي يجب أن تكون متناسقة ومتناغمة، وما يكون هناك يعني أي مشاكل بالتخلص من هذه الفضلات أعزكم الله. نفس ما قلنا هذه تؤدي إلى مشاكل كبيرة جدا. أنا ودي قبل لا أختم بس أوضح شنو هو الإمساك أعزكم الله، الناس مو فاهمة الإمساك. الإمساك طبيا هو لا يعني أنك لا يعني على سبيل المثال ها، إذا أنت أعزكم الله تروح الحمام كل أربعة أيام، ترى مو شرط عندك إمساك، وممكن تروح الحمام أعزكم الله مرتين باليوم وعندك إمساك. الإمساك مش كثر تروح الحمام كل يوم يومين ثلاثة، هذا ليس تعريف الإمساك. الإمساك تعريفه شيء، رقم واحد إذا كان هناك صعوبة في عملية الخروج عزكم الله تعسر أو صعوبة، وإن كنت تروح الحمام خمس مرات باليوم هذا إمساك إذا فيه صعوبة. رقم اثنين إذا كان الخروج صلب عزكم الله هذا يسمى إمساك، لكن إش كثر عزكم الله روح الحمام هذا يعتمد على الجهاز الهضمي وجينيا، طالما عملية ذهاب الحمام عملية سلسة ما تطول ماكو صعوبة ماكو تعسر ماكو خروج صلب هذا مو إمساك. لكن عندما تكون هناك مشكلة الإمساك فيجب أن نتعامل معها، نفس ما قلنا راح ممكن يؤدي الموضوع إلى موضوع بواسير، ممكن هذا الخروج الصلب يؤدي إلى شرخ، والشرخ هذا يعني أنا ما بخرعكم منه لكن مؤلم إلى درجة كبيرة جدا، يعني مؤلم إلى درجة كبيرة جدا، وقد يصاحبه نزيف وفقدان للدم ومشاكل كبيرة جدا. أخيرا أختم بموضوع الإمساك، إذا كان عندك إمساك فانتبه من الأكلات اللي قلنا عنها الستة أكلات هذه. رقم اثنين التعامل مع الإمساك عن طريق مثلث، ممكن تكلمنا عنه بالحلقات الماضية. المثلث الأول هو الألياف بالفايبر، تأكل من خضروات الفاكهة. المثلث الثاني هو شرب كمية جيدة من الماء. والمثلث الثالث هو الحركة، ترى إذا أنت نشيط جهازك الهضمي وأمعائك نشيطة، وإذا أنت كسلان بس قاعدة ورباضي أيضا جهازك الهضمي راح يصير كسلان وبسيط، وبالتالي الحركة راح تقل وبالتالي يصيبك الإمساك. وأخيرا إذا مشكلة الإمساك طولت عندك وصارت مزمنة يجب أن تراجع الطبيب، لأن هناك بعض الأسباب المرضية نفس خمول الغدة الدرقية، ارتفاع الكالسيوم، مرض السكر، بعض الأمراض اللي قد تسبب يكون من أعراضها هي الإمساك. بالنهاية أتمنى اليوم توعينا عن أشهر ستة أطعمة تسبب إمساك، إن شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا، ونشوفكم إن شاء الله غدا في نفس هذا الموعد. مع السلامة.